هيعرف طيب يتعامل في تصريحات الملف ده يعني. مثيرة للجدل الحقيقة للمدرب المساعد، كوت ديفوار كسبت 1-0 بالمناسبة. إذا نهائي كأس الأمم الأفريقية متسهلة. 2023 المنتخب النيجيري ضد منتخب ساحل العاج إن شاء الله خلال يوم الأحد. نعم يوم الأحد. يوم الأحد اللي هو كام بقى؟ كام؟ نقعد مش نعد عارف. بقى. يوم الأحد القادم إن شاء الله. العين بقت شبه بعض. كله شبه بعضه النهارده زي السنة اللي فاتت كل حاجة. تقريبا 11. 11 يوم يوم الأحد إن شاء الله المباراة النهائية ما بين ساحل العاج ونيجيريا. كل الأمنيات الطيبة للمنتخبين بقى مين اللي يكسب. أنا أتمنى نيجيريا الحقيقة. مش ساحل العاج لأن أنا كنت قايل نيجيريا من الأول. أتمنى نيجيريا تكسب. تصريحات مثيرة للجدل للمدرب المساعد لمنتخب مصر. زي ما قلت جاوبت على يعني لماذا خرجت مصر من دور ال 16؟ هل من الممكن أن تخرج هذه التصريحات من مدرب وما نتكلمش عنها؟ بمعنى أو مدرب في كان في مسؤولية كبيرة زي مدرب مساعد لمنتخب مصر ويقول لك ما فيش حاجة اسمها تكتيك، ما فيش حاجة أو 10% التكتيك ده 10% وبقية الكلام اللي قاله. مش هتكلم عن اختياراته الغريبة جدا 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 ان انا اطلع اتكلم على لعيبتي واطلع اتكلم اختار ما بين لعيبتي اللي انا كنت كانوا معايا من اسبوع ولا من 10 ايام. يعني عمرنا انا شخصيا عمري ما شفت هذا الامر. صح. من اي مدير فني ولا اجنبي ولا مصري ولا اي حاجه. فكان بالنسبه لي وايمن اعقل من كده انا او يعني ايمن عنده القدره على الكلام. انا استغربت جدا من كلامه امبارح الحقيقه. هو يعني في انسان لما ورجعنا تاني انا اسف يا صابر رجعنا تاني لنغمه الاهلي والزمالك. يعني دي بالنسبه لي كمان كانت الاهم والاهم والاهم. في ناس بعد ما تتعرض لمجموعه من الضغوط او لفتره ضغط بيحصل اضطراب. فهو ممكن يكون حصل اضطراب ما كانش طلع صحيح. فشفنا كلام غريب جدا، كلام غريب فنيا اللي هو احنا ما فيش الكوره ما فيهاش بلان. ال 10% تكتيك، طب 90% الباقيين دول ايه؟ يعني نصنفهم تحت بند ايه اللي بيحصل في الكوره يعني عشان تبقى 10% بس تكتيك؟ غير كده يعني ده كلام ممكن يتشير ميمز على الفيسبوك ونضحك كلنا ويعني، انما في كلام الحقيقه ما ينفعش نتجاوزه. الكلام غريب جدا في حته العوده لنظريه المؤامره، اصل انا عشان زملكاوي لو المدرب اللي موجود اهلاوي ما كانش هيتعرض لنفس تخيل لنفس الضغوط ولا الاعلام كان هيتكلم عنه. طب ما هو وبدا يجيب سيره زمايله يعني محمد شوقي والرياض ما هم ماسكين عملوا ايه. انا شايف ان شيتوس يعني من ساعه ما مسك 2005 اول ماتش احنا هنا كنا في ده يعني كلنا يا كابتن مع بعض ورغم ان هو كان يا دوبك لسه لام المنتخب ده لسه بيحفظ اسامي اللعيبه ومع ذلك اتقطع تماما يعني. فايه وجه يعني ايه اللي دخل اهلي وزمالك في الموضوع؟ مش عارف. وليه تجيب سيره زمايلك يعني؟ لا وبعدين ايه مش عارف مهيب بيساله في ايه فقال له اصل سيد معوض ما ينفعش يطلع يتكلم. يعني انت طالع انت عندك يعني توجه واجنده طالع تقولها وتتكلم فيها حاجات انت لازم تتكلم فيها. ما احنا اصلا كنا المفروض وتساءلنا الحقيقه بس يعني ما هي برضو المعايير اللي تم اختيار على اساسها الكابتن ايمن عبد العزيز عشان يبقى موجود في الجهاز وايه كان دوره؟ احنا ممكن بقى نسال اسئله زي دي يعني، ودي اولى بكتير قوي من انك تطلع يا كابتن ايمن تتكلم عن ان مفيش خطه في الكوره. طب حضرتك بتدرب ليه؟ يعني انت بتشتغل مدرب ليه؟ انت بتدرس يعني ايه؟ بالزبط. يعني انا دلوقتي لو عايز اروح ادرس واخد الرخصه طب بدرس ايه وانا صح. بدرس وانا عايز اروح اخد الرخصه يعني. اصل ما فيش بلان، اصل ما فيش خطه، ده يا 10% يعني كلام غريب الحقيقه ما ينفعش يطلع من مدرب او من واحد بيشغل منصب مدرب منتخب مصر قيمته الكبيره واسمه الكبير. فالحقيقه كلام الكابتن ايمن قاله ده كان غريب جدا. انا شايف ان هو اضطراب ما بعد الصدمه مش اكتر. انا متهيألي هو لو اتفرج على الحلقه تاني مش هيرجع يقول مش هيرجع يقول يعني. انا بقول لك هو ده اللي انا بقوله. ولكن انا اكتر حاجه ضايقتني في الموضوع الاهلي والزمالك بصراحه صحيح لانه الحمد لله مهما كانت او مستوى التنافس لا مهما كان مستوى التنافس جوه الملعب او حتى في الصفقات او في كذا او كذا ولكن وده طبيعي بيحصل في كل حته المستوى على الشكل الاكبر او على المستوى الاكبر الحقيقه ما بين مجلس اداره الناديين على اعلى مستوى. وعلى فكره احنا بنقول الكلام ده لان ده مع ان على الرغم من ان ده الطبيعي لانه كانت السنين السابقه الحقيقه كانت سنين صعبه وما كانتش هي الاصل في اللي احنا فيه دلوقتي. ان انا لما الاقي الونش جاله صليبي مرتين ان انا اطلع اقول له الف سلامه عليك يا ونش. صحيح. محمد حمدي الونش لاعب نادي الزمالك او محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك. فعشان كده انا بقول يا جماعه ما ينفعش نرجع ل 20 30 40 خطوه ورا بسبب بعض الغضب داخل مدرب.
لا وما ينفعش تبقى هي دي الشماعه ان حضرتك طالع بتبرر فشل جهاز فني كامل. حضرتك زي ما انت قلت انت في عنصر مصري وحيد كمدرب يعني بعيدا عن محللين الاداء وبقيه الجهاز يعني الطبي والاداري، لكن انت هتحمل فشل منتخب في ان اصل انت بتتهاجم والمشرف العام على المنتخب بيتهاجم عشان هم بينتموا لنادي الزمالك. ما كابتن حسن شحاته رجل نجم زملكاوي كبير وكان ماسك المنتخب والامور كانت ماشيه معاه، محدش كان بيتكلم في الموضوع ده. كابتن حسام البدري النهارده هو المدير الفني لمنتخب مصر وراجل درب النادي الاهلي، حقق بطولات مع النادي الاهلي، ما تعرض لهجوم وانتقادات وتم اقالته وهو ما خسرش اي مباراه مثلا. ما ممكن يطلع يقول لك كده انا ما خسرتش ولا مباراه وما عملتش حاجه، كابتن حسام البدري وتمت اقالتي. النهارده كابتن محمد شوقي وكابتن ضياء السعيد ما هم كانوا مع كيروش وقت ما تم الهجوم عليه بعد مباراه نيجيريا، وقت ما كان بيتقال ان منتخب مصر ما بيلعبش كوره ولازم الجهاز يتغير، ما هم كانوا موجودين وكان معاهم كابتن وائل جمعه مدير كوره، والثلاثه بنفس الاسماء ثلاثه اهلاويه ما قبضوش لحد دلوقتي مستحقاتهم المتاخره. ما هو الاولى ان لو هي ماشي اهلي وزمالك يا باشا خلص لي حقوق الناس دي عشان الناس دي اهلاويه، وتعالى لي على الزملكاويه على... لو هنخش في السكه دي صعب قوي كابتن اسلام. صعب قوي يا جماعه يعني انا يعني بصراحه اتضايقت جدا من الكلام بالاضافه كابتن اسلام معلش مفيش حاجه اسمها 10% تكتيك والباقي ماشي 10%. طب انت عملت ايه ب 90%؟ يعني انت في الملعب عملت ايه ب 90%؟ انت اصلا في الملعب مفيش حاجه اسمها ما تقولش انا بقول لك لا لا مفيش حاجه اسمها 10% تكتيك. ما هنفترض يا بقول هنفترض معاك يعني الناس بتدرس ايه؟ ما مثلا انا بقول لك لو هنفترض ان كلامك انت صح، انت عملت ايه بقى بال 90% اللي باقيين بره؟ اشتغلت بيهم ازاي عشان تطلع لنا شكل المنتخب بالمنظر ده ان اللعيبه بتاعتك مش عارف توقفها في الدفاع؟ انا هعدهم نفسيا ولا ادربهم؟ طب وانت اصلا ما دربتهمش، انت اصلا ما دربتهمش 10%. طب 90% خد منهم شويه يعني نفسي اي حاجه يعني ولا ده ولا ده. طب بتعملوا ايه؟ صح انتوا بتشتغلوا ليه؟ او انت كنت موجود ليه؟ لا هو جنبه الصواب الحقيقه في كل الكلام اللي قاله امبارح، واتمنى ان هو يعيد يعني. طبعا انا حي مهيب الحقيقه لانه ملوش علاقه لانه هو بيسال وعمل يعني السبق وجاب وجابه لكن انا بتكلم على ايمن. انا مستغرب جدا يعني، انا اتمنى ان هو يطلع مع حد ويعيد او يشرح لنا الكلام اللي هو قاله ده يعني، او يعني هو حر طبعا يعني.